شعر المغنية شاكيرا على قميص برشلونة، شقيقة رونالدو تزيد من متاعبه، وورثة ريولا تكشف حاولوا سرقة نجومنا. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. بعد ظهور شعار دريك على قميص برشلونة في الكلاسيكو، تبدو شاكيرا الأقرب هذه المرة لوضع شعارها على قميص النادي الكتالوني من الراعي سبوتيفاي. المتابعون على السوشيال ميديا طالبوا تشافي بشكل ساخر بإشراك بيكي كأساسي في تلك المباراة، فيما قال آخرون أنهم سيستمعون لشاكيرا على منصة سبوتيفاي لزيادة فرص وضع اسمها على قميص البارسا، والغرض هو إغاظة بيكي وتعاطفا مع المغنية الكولومبية في قضية انفصال الثنائي. أطلق سراح لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ميسون غرينوود بكفالة بعد أيام من اتهامه بمحاولة اغتصاب. تفاصيل القضية تعود إلى شهر يناير الماضي بعد ظهور شابة في شريط فيديو تتهم غرينوود بالاعتداء عليها. اللاعب الشاب استبعد بعدها من تدريبات ومباريات الفريق، كما خسر العديد من عقود الرعاية. ومن المنتظر أن يمثل غرينوود مجددا أمام المحكمة في 21 من شهر نوفمبر المقبل. ويبدو أن المشاكل في نادي مانشستر يونايتد لن تنتهي قريبا، بعد أن ظهرت شقيقة رونالدو مجددا لتهاجم المدرب الفريق تنهاك بعد استبدال كريس خلال مباراة نيوكاسل. ونشرت إلما عبر ستوري على إنستغرام صورة رونالدو وهو يغادر الملعب مع رسالة للمدرب الهولندي. ويعيش نجم البرتغال موسما صعبا بعد تسجيل هدفين فقط خلال 12 مباراة خاضها. رافائيلا بيمينتا وارثة إمبراطورية مينو رايولا ومحامية برازيلية كشفت في حوار أجرته مؤخرا مع صحيفة تيليغراف بأن العديد من الوكلاء المنافسين حاولوا سرقة أبرز نجوم رايولا في يوم وفاته. وأضافت بيمينتا بأن هالاند، بوغبا، ديلخت وغيرهم من نجوم النخبة تلقوا الآلاف من المكالمات والعروض في تلك الفترة.